السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، مرحبا بكم في قناتنا، قناة في نور الله. وياريت قبل ما نخش على التفاصيل تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة حتى يأتيكم منا كل جديد. ويلا بينا على التفاصيل. عاجل إخلاء سبيل 12 شخصا يخترقوا حظر التجوال في بنها. قررت نيابة قسم ثاني بنها بمحافظة القليوبية إخلاء سبيل 12 شخصا اخترقوا حظر التجوال أمس بدائرة قسم ثاني بنها. وتمكن العميد حازم عفت مأمور قسم ثاني بنها والرائد محمد السعيد رئيس مباحث القسم من ضبطهم، وتم عرضهم على النيابة العامة ببنها التي أصدرت قرارها السابق. وأشار المصدر الأمني لمصدر صحفي إلى أن المدينة وشوارعها لاحظ فيها التزام كامل سوى بعض الحالات الفردية بقرارات الحظر، والذي يبدأ من الساعة 8 مساء حتى 6 صباحا تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره. فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحظر تجول المواطنين من 8 مساء حتى 6 صباحا وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع البلاغات والشكاوي والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافيتريات والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشددا على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دوري في الأوقات المحددة وتوقيع العقوبات على المخالفين. وفي النهاية ياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.